أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم أمس على خلو مملكة البحرين من مرض التهاب الكبد مجهول المصدر لدى الأطفال، وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة التقصي الوبائي لهذا المرض عالميا والاستعدادات للتعامل مع أي مستجدات بهذا الشأن. ومتابعة لهذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة عفاف ميرزا، استشارية صحة عامة وطب عائلة بوزارة الصحة. أهلا بك دكتورة في نشرة الثامنة. إذا بداية، ما هي أسباب حدوث التهاب الكبد عند الأطفال؟ أهلا وسهلا بك. أسباب بالنسبة إلى التهاب الكبد الوبائي عند الأطفال ممكن تكون في أسباب عديدة، من ضمنها العدوى الفيروسية إلى الفيروسات المعروفة لالتهاب الكبد مثل A, B, C أو D إلى آخره. ممكن تكون عدوى بكتيرية بسبب تسمم في الدم، ممكن تكون عدوى بسبب طفيليات، ممكن استخدام بعض الأدوية تسبب التهاب الكبد مثل أدوية العلاجات الكيميائية، التسمم بعض أنواع الأغذية مثل المشروب السام ممكن تسبب التهابات في الكبد. ففي أسباب عدة لالتهاب الكبد. هذا التهاب الكبد سمي بالتهاب الكبد مجهول المصدر بسبب استبعاد جميع الأسباب المعروفة لالتهاب الكبد في الحالات المشخصة. نعم دكتورة، يعني ما هي أهم أعراض التهاب الكبد عند الأطفال وما سبب وراء موجة التهاب الكبد الغامضة التي شهدتها عدة دول حاليا؟ بالنسبة إلى السبب في المرض، مثل ما ذكرنا أسباب التهاب الكبد الحادة سمي بالتهاب الكبد الحاد مجهول المصدر لأن لحد الآن لا يزال السبب غير معروف. نعم. تم ربط بعض الحالات ببعض أنواع الفيروسات مثل فيروس الأدينوفيروس، لكن فيروس الأدينوفيروس أصلا كان موجود سابقا وما كان يسبب مثل هذه الحالات. لحد الآن يقولون أن الاحتمال يكون في أسباب متعددة أدت إلى التهاب الكبد في هؤلاء الأطفال. الحالات لا تزال متفرقة، قاعدة ترتفع بس ارتفاعها بسيط. ما في عدوى من إنسان إلى إنسان لحد الآن مثبتة، يعني من طفل إلى طفل انتقال التهاب الكبد الحاد لحد الآن لا توجد حالات بهذه الطريقة. بالنسبة إلى الأعراض عادة اللي هي مثل أعراض التهاب الكبد العادية اللي يكون في يرقان أو صرار في الجلد، صرار في بياض العين، ممكن يجيب قيء، ممكن يكون في تغير في لون البراز، شحوم في لون البراز، تغير في لون البول، آلام في البطن، لوعة. مع فحص الكبد بيكون في ارتفاع حاد في انزيمات الكبد، بعض الحالات يظهر عليها خمول او حمى. نعم دكتورة، هل وضعتم اجراءات احترازية للتصدي لمثل هذا الوباء؟ بالنسبة للإجراءات الاحترازية، أولا نقوم بمتابعة حثيثة للوضع الوبائي للمرض خارج البحرين وداخل البحرين. تم إصدار تعميم لجميع العاملين الصحيين بخصوص هذا المرض لتعريفهم به، بحيث أن أي حالة التهاب كبد وبائي، التهاب كبد عموما، أو أي طفل يدخل المستشفى أو يروح إلى طبيب عنده يرقان أو اصفرار يتم تبليغ بهذه الحالة، ويتم عمل جميع الفحوصات اللازمة اللي تم ذكرها الأسباب المعروفة لالتهاب الكبد للتأكد من أن هذا الطفل عنده أحد هذه الأسباب أو لا يوجد أي سبب لالتهاب الكبد عنده. تم تجهيز المختبر بالفحوصات اللازمة للكشف عن الأسباب المعروفة للتأكد من جاهزية المختبر وجاهزية الفحوصات في حال أن صار في عندنا حالات مشتبه بها. ونتابع نتابع له الوضع الوبائي مع المستشفيات والأطباء بشكل مباشر. نعم دكتورة عفاف ميرزا، استشارية صحة عامة وطب عائلة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.